وللحديث عن نفور المستثمرين من العراق مع تأكيدات محامي الشركات الهاربة في النجف من تعرضهم لمساومات وابتزاز من قبل ميليشيات مسلحة، معنا الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام، حياك الله. بداية، غرفة تجارة النجف تتحدث عن اتساع في ظاهرة هروب الشركات الاستثمارية من المحافظة، خصوصا يعني عموما عفوا الشركات العربية والأجنبية على حد سواء. ألا يتعارض ذلك مع التوجهات الحكومية التي تصرح بنيتها في زيادة الاستثمارات؟ أولا، لا يوجد بيئة استثمارية في العراق آمنة لا للمستثمر ولا للمشروع الاستثماري، ولذلك لسبب رئيسي وعوامل ثانوية. أما السبب الرئيسي فهو أن إيران لا تريد أن تكون هناك بيئة استثمارية في العراق يمكن أن تحقق توازنا حقيقيا ضمن مشاريع استثمارية تعود فائدتها على الشعب العراقي وفائدتها على المستثمر ذاته، لأن إيران تطمح بأن يكون المستثمرين فقط من الجنسية الإيرانية حتى يتم عملية استيطان جديدة وامتلاك أراضي في العراق وامتلاك نفوذ آخر، ولذلك هم يضغطون من خلال ميليشياتهم بعوامل ثانوية لطرد المستثمرين العرب والأجانب من العراق، وبالتالي حقيقة لإخضاع العراق لصالح إيران بكل جوانبه الاقتصادية والعوامل الأخرى التي تؤدي إلى زيادة النفوذ الإيراني فيه. ولذلك رأيتم في مشروع الربط السككي الذي تريده إيران، فرضت على العراق أن يكون داخل العراق كل المنفذين لهذا الربط السككي هو من المستثمرين الإيرانيين، وفي حادثة يعني نوعا ما غريبة أن يكون التملك باسم الشخص المستثمر للأراضي التي يجري عليها مد السكة الحديدية لمدة تتراوح من 25 إلى 50 سنة، بما معنى أن عملية استيطان جديدة. لذلك هناك دفع إقليمي إيراني لطرد المستثمرين من العراق، وهو سببا رئيسيا حقيقة له عوامل ثانوية استفادت منها الميليشيات المسلحة. هذه العوامل منها الاقتصادية والابتزاز المالي للمستثمر، وبالتالي يتم دفع أتاوات على المستثمرين. بذكر الابتزاز المالي للمستثمر، إذا كانت الحكومة العراقية عاجزة عن إيقاف عمليات الابتزاز التي تحصل مع المستثمرين من قبل الميليشيات، إذن ما الضامن لاستمرار هذه الاستثمارات النفطية مثلا القديمة أو الجديدة التي حصلت مثلا مع شركة لافارج الفرنسية مؤخرا؟ لا يوجد هناك أي ضمانات، لأن الأطراف الحكومية هي الميليشيات، وبالتالي الحكومة متكونة من هذه الأحزاب والميليشيات التي تمارس عملية الابتزاز المالي والاقتصادي للبيئة الاستثمارية في العراق. نعم. سواء المستثمرين أو على المشروع، وبالتالي الحكومة لا تمتلك أي شيء لأنها جزء رئيسي من عملية الابتزاز، وهي راعية للفساد في العراق ولديها حصص مالية كل أعضائها سواء من رئيس الحكومة وإلى أصغر عضو في هيئة الاستثمار. لذلك حقيقة لا توجد أي ضمانات لا للاستثمارات القديمة ولا الحديثة، هناك فقط أن بعض الدول التي من خلال قوتها وسطوتها أنها تريد استحصال مشاريعها الاستثمارية بالقوة وبالنفوذ السياسي، لذلك هكذا تأتي الدول للاستثمار في العراق. أما على المستوى الشركات والأشخاص والمستثمرين لا ضمانات لهم مطلقا، لأن الحكومة هي التي تمارس عملية الابتزاز، إلا أن الحكومة بالتأكيد إعلاميا تنادي وتتكلم عن بيئة استثمارية نظيفة وآمنة وتتعهد بحمايتها، لكن على أرض الواقع هي كاذبة وهي تفشل في عملية الحفاظ على الاستثمارات، وبدليل أفضل يعني الواقع الصحي فإن هناك مستشفيات عديدة يجري استثمارها، لكن بالواقع الحالي مع تدهور الحالة الصحية لم تتقدم خطوة واحدة في عملية حماية المرافق الاستثمارية الصحية. لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قالت إن 75 من المشاريع الاستثمارية المعفاة ضريبيا وجمركيا لم تنفذ على أرض الواقع، إذن أين ذهبت أموال الدعم والأراضي التي منحت لهذه المشاريع؟ بالتأكيد هذا الدعم سيصب في صالح الأحزاب السياسية التي
ستبني عملياتها التي أخذتها بسرقة من المال العراقي ولا تستطيع غسل أموالها خارج العراق، سيتم بناء هذه المشاريع الاستثمارية لصالح هذه الأحزاب. وبالتالي معلوم تماما أنه أيضا استفادت تلك الأحزاب في عملية منح هذه القطع الأراضي وهذه المشاريع الاستثمارية للمستثمرين الذين لم يستطيعوا أمنيا ولا عملية الحفاظ على مشاريعهم وديمومتها، لأن المستثمر عندما يريد أن يبني مشروعا استثماريا هو يطمح أنه أولا سداد المبالغ المالية التي أنفقها على المشروع وبالتالي أمام عدة سنوات، وثانيا الاستفادة المالية، هذه غير متحققة للمستثمر. لذلك حقيقة حتى وإن تمت الإعفاءات الجمركية وما إلى ذلك من الأمور التي يمكن أن تخفف على المستثمر أو أنه تشجعه على الاستثمار، إلا أن هناك ظروفا موضوعية لا يمكن للمستثمر أن يغامر فيها، لأنه كما تعلم أن رأس المال في نهاية المطاف هو رأس مال جبان يريد أن يحافظ أولا على بيئة آمنة وعلى ديمومة هذا المشروع لسنوات عديدة من أجل حقيقة استرداد الأموال التي أنفقها على المشروع، وإلا فهي القضية ليست مشاريع خيرية. على هذا الأساس فإنهم يهربون رغم هذه الأمور التشجيعية، لأنهم يعلمون تماما لا ضمانات، لأنه ربما يتم بناء المشروع ويتم إحراقه من قبل الميليشيات أو الحزب المتنفذ. لذلك حقيقة بعض هذه المشاريع 75% وربما تصل إلى نسبة كبيرة كانت هي لغسيل الأموال المسروقة من المال العراقي ومن الميزانية العراقية للشعب العراقي من قبل الأحزاب والأطراف السياسية التي تشارك في تشكيل الحكومة، وبالتالي يتم طيب. حقيقة عفوا، مع توقف القطاعات الصناعية والزراعية في العراق وعدم إيجاد فرص عمل للشباب العراقي، مراقبون يؤكدون أن هذا الأمر متعمد لدفع الشباب العاطل عن العمل صوب الانخراط في الأجهزة الأمنية وهي مؤسسات غير منتجة، بل ويتفشى فيها الفساد وفقا للجان النيابية المتعددة في البرلمان. ما الذي ستنتفع منه الأحزاب من عسكرة المجتمع اليوم؟ عسكرة المجتمع العراقي هو هدف أمريكي واحتلالي منذ عام 2003، عندما تم الدفع بالجميع باتجاه إيجاد قوات عسكرية، وكان هناك عزوف كبير للشعب العراقي في بداية الاحتلال عن الانخراط من المؤسسات العسكرية التي رعاها الاحتلال وتلك الأحزاب السياسية التي تريد من المجتمع العراقي أن يحمل البندقية لحماية وجودها السياسي. وبالتالي هذا العزوف حقيقة دفع الأحزاب وهي رؤية المحتل بعدم توفير فرص عمل للشباب العراقي من أجل الاضطرار، وأغلب ولذلك لا توجد لدينا مؤسسات عسكرية رصينة بسبب أن الانتماء إلى المؤسسة العسكرية من أجل الراتب فقط، وهنا حقيقة لا إلى هذه اللحظة لا توجد هناك عقيدة عسكرية حقيقية جرى في بناء مؤسسات عسكرية. لذلك الأحزاب لم تتغير منهجيتها على أنهم يريدون بندقية للشاب العراقي لحماية مكاسبهم السياسية والاستفادة منه، فهم هدفهم الرئيسي عسكرة المجتمع العراقي وليس إيجاد فرص، بدليل على أن شركات نفطية تستقدم عمال وافدين من خارج العراق تقدر بمئات الآلاف لا سيما في القطاع النفطي، لكن الشباب العراقي غير مسموح له بالعمل من أجل حقيقة ابتزاز الشباب العراقي ودفعه على التطوع لصالح الأجهزة الأمنية والعسكرية من أجل الراتب، وهذا ما يحدث حقيقة. وبالتالي يتم الاستفادة من عسكرة المجتمع في الانتخابات، ولذلك ترى أن الأطراف التي لديها ميليشيات ولديها قوائم تتطوع داخل الجيش أو المؤسسات الأخرى العسكرية تجد أنها لديها مقاعد مضمونة برلمانية في عمليات الانتخابات الشكلية التي تجري في العراق. الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في استوديو رافدين.